السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلاب وطلبات الصف الثاني الابتدائي، أهلا وسهلا بكم. حلقة جديدة من حلقات برنامجكم شرح ماس. النهاردة بإذن الله هناخد الجزء الثاني من يونت 4 وتكملة الـ Property of Adding and Subtracting. نركز مع بعض في حلقة النهاردة ويلا نبدأ الدرس. هنبدأ جزء النهاردة بـ Subtraction of two digit numbers without regrouping. Without regrouping اللي هي الماينس العادي، يعني ما يقول لي هنا 37 minus 25 equal 12. جات ازاي؟ عملنا الـ ones minus الـ ones، وبعد كده الـ tens minus الـ tens. 7 minus 5 equal 2 و 3 minus 2 equals 1. طبعا ممكن نعملها بالميثود التانية اللي هي ايه؟ نجيب الفاليو بتاعت كل واحدة ونعملها ماينس. فهنا هيبقى عندي 30 and 7 وهنا 20 and 5. فنعمل ال 7 minus ال 5 عادي ب 2 اهي ماشي، وال 30 minus 20 30 minus 20 equal 10. فتبقى عندي 10 وكام و 2 يعني 12. تعالوا نجيب examples ونحل مع بعض. يلا نبدأ بالواحد. أول واحدة هنا 58. ال 58 قلنا عبارة عن إيه؟ عن 50 و 8. طيب ال 34 عبارة عن 30 و 4 مظبوط؟ طيب نعمل الماينس بقى. ال ones minus ال ones 8 minus 4 ب 4 و 5 minus 3 ب 2 تبقى 24. وبعد كده نقسم الايه؟ ال 24 تبقى 24. نيجي على اللي بعديها 60 minus 40. ال 60 عبارة عن 60 و 0. ال 40 عبارة عن 40 و 0. تمام؟ طيب نعمل minus. طبعا 0 minus 0 ب 0. 6 minus 4 بكام؟ ب 2 تبقى الإجابة 20. طبعا بعد كده بقسم ال 20 ل 20 و 0. طيب هنبدأ بالإكزامبل ده. فهنقول ال 4 minus 2 ب 2 وال 5 minus 4 ب 1. بعد كده نروح للإكزامبل اللي بعده. 6 minus 1 equal 5 و 2 minus 1 equal 1. 5 minus 3 equals 2 و 4 minus 1 equals 3. طبعا الارقام اللي هنا كلها سهله، يعني سهل ان احط 6 على ايدي ونقص منهم 1 او ال 5 ونقص منهم 3. تمام، ننتقل للصفحه اللي بعديها. هنا بيقول نسرين is reading a book that has 48 pages. She has finished reading 34 pages. How many pages are left؟ يبقى هنا هي معاها book في 48 pages ماشي، يعني التوتال هنا 48 قرأت منهم 34. تمام، نعمل ماينس بقى ال ones minus ال ones اللي هي 8 minus 4 ب 4 و 4 minus 3 ب 1 تبقى 14. طبعا ممكن نحلها بالطريقة التانية اللي هي نكتب الفاليو هنا ونبدأ ننقص منهم ونجيب الايه الريزلت. ال 48 عبارة عن 48. طبعا هي معمولة فوق بايه؟ بطريقة العمدان والبوينت، بس احنا مش محتاجينها يعني. وهنا ال 14 اللي هي 10 وايه و 4، فيطلع الريزلت 14. نيجي هنا بقى على جزئية جديدة اسمها ايه؟ اسمها استيميت. استيميت دي اللي هي ايه؟ او الاستيميشن. الاستيميشن اللي هي التقريب، التقريب يعني اقرب رقم للرقم اللي هقوله لك. يعني اما اقول لك مثلا، نيجي هنا على التيبل اللي قدامنا ده، اما اقول لك ال 19 قريبه من مين؟ بس انا عايزها من بيرفكت نمبر. بيرفكت نمبر اللي هو ال 10 والمضاعفات بتاعته. ال 19 هنا قريبه من مين؟ من ال 10 ولا ال 20؟ الطبيعه تقول لي ال 20. طيب ال 67 قريبه من ال 70 ولا ال 60؟ هتقول لي قريبه من ال 70 لان هنا فرق بس ايه؟ 3 نمبرز. طب لو جيت اقول لك 63 قريبة من ال 60 ولا ال 70؟
هتقول لي كام؟ قلت له هيبقى مش 60 لان فرق بس ايه 3 عن ال 60. فالاستيميشن ده هو عباره عن closest number to the ايه to the number. نيجي هنا 44 minus 19 هيقول لي الاول كل واحد ايه close to ايه. ال 44 قريبه من مين؟ من ال 40 ولا ال 50؟ تقول لي يا مستر اشمعنى 40 وال 50؟ هنقول لان ال 44 between 40 and 50. يبقى ال 44 closest to او close to 40. ال 19 طبعا قريبه من مين؟ من ال 20. بعد كده نعمل minus 40 minus 20 equal 20. طبعا واحد يقول لي يا مستر بس الاجابه مش 20. اقول له اه هو بيقول لك هات لي الاجابه باي استيميشن، ما قالكش هات لي الريزلت عادي. لما تيجي تعمل اجابه بالاستيميشن غير الاجابه العاديه. نيجي هنا 57 بلس 29، يلا هنعمل ال 57 كلوز تو مين وال 29. 57 57 ادي 57 كلوز تو مين؟ تو 60. طب 29 ها ايوه 30. بعد كده نعمل لهم بلس 0 بلس 0 0 و 6 بلس 3 بكام؟ ب 9 تبقى 90. Using the place value to estimate the sum and different. نيجي هنا. يلا. 52 plus 43. طبعا أول حاجة نعمل الاستيميشن. 52 ماشي اللي هي قريبة من مين؟ من ال 50. وال 43 ال 40. نجمعهم ايه؟ 40 plus 50 بكام؟ شطار ب 90. يلا 73 close to 70. 13 close to ايه شطار 10. نجمعهم هيدوني ايه؟ هيدوني 80. 31 close to 30 و 23 close to 20. الصم بتاعهم يبقى 50. estimate to subtract يبقى المره دي نعملها بالماينس، احنا عملناها بالبلس. تعالوا نشوف 92 minus 33 برضو نعمل استيميت لكل واحدة. 92 close to A to 90 و 33 to 30. نعمل minus 90 minus 30 تديني 60. 53 minus 14 ال 53 close to 50 وال 14 close to 10. 50 minus 10 equal 40. 84 minus 22 84 close to شطار 80 و 22 close to 20. يبقى 80 minus 20 equal 60. 42 minus 23 42 close to 40 23 close to 20. يبقى 40 minus 20 equals 20. 62 و 31 شطار 60 31 30 شطار. الماينس سبتراكت بتاعهم 60 minus 30 بكام؟ ب 30. هنا بيقول color the correct estimation. طيب 42 minus 31 هنا جاب لي الإجابة 10. طب نيجي هنا 32 minus plus 24 هنا 32 تبقى 30 و 24 20 يبقى 30 plus A plus 20 اللي هي 50. 53 plus 11 ال 50 close 53 close to 50 وال 11 close to 10 يبقى 50 plus 10 equal 60. 63 minus 32 is 63 close to 60. 32 close to 30 يبقى 60 minus 30 equal 30. طبعا دي minus. 94 close to 90 34 close to 30 يبقى 9 minus 30 equal 60. 23 plus 11 is 23 close to 20. 11 close to 10 يبقى 20 plus 10 equal 30.
ننتقل لجزئية تانية اللي هي solving addition problems with regrouping. ياريت نركز أوي في جزئية الregrouping دي، وتعالوا نشوف المقصود بها ايه. المقصود بالregrouping، انا كنت متعود قبل كده لما اجمع الوانس مع الوانس او التنس مع التنس ان الريزلت ما يطلعش مور زان 1 ديجيت. يعني مثلا كنت بقول لك 3 بلس 4 يطلع 7، 5 بلس 4 يكوال 9، 6 بلس 3 يكوال 9 كده. انها ما كنتش بجيب لك 2 ديجيتس في اليونتس اللي هي الوانس يعني او في التنسز ويطلع الريزلت بتاعهم مور زان 9. ماشي. طب لما يجي لي بقى ان الريزلت بتاع sum of ones او tens more than 9 بنعمل ايه؟ تعالوا نشوف في example. كتب لكم 2 example في الجنب هم على اساس نعرفهم ونحل هنا على طول. هنا 38 plus 26 لما اجي اجمع بقول 8 plus 6. 8 plus 6 كام؟ يلا 8 and 9 6 in hand after 8 9 10 11 12 13 14 14. لما اجي اكتب هنا هكتب 14. الإجابة مفروض في الوانس، والوانس مفروض يكون فيه 1 ديجيت، فالطبيعي أن هكتب كام؟ هكتب بقى ال 14 كلها ولا اكتب ال 1 بتاعت ال 14 ولا اكتب ال 4؟ لا هكتب ال 4، لأن ال 14 عبارة عن وانس وتنس، وانس وتنس. فأنا بكتب ال 4 اللي هو أول ديجيت على اليمين. طب الديجيت الثاني اللي هو ال1 اروح اوديه بقى للايه؟ للرقم اللي بعد اكتبه فوقيه. بنعمل له حاجه اسمها كاري اب، بنعمل له حاجه اسمها كاري اب. يبقى اما اجي اجمع 2 ديجيت والريزلت بتاعهم مور ذان 9 اكتب اليونت او الوانس بتاع الاجابه والتنس اعمل له كاري اب. تمام. وبعد كده اكمل الصم بتاعي عادي 1 بلس 3 4 4 بلس 2 6. نيجي اللي بعديها 6 بلس 4 هي شطار ايكوال 10. 10 يا مستر يعني 1 و 0، وهكتب ال 1 اللي هو 0 وال 1 اعمل له كاري اب. 1 و 4 5، 5 و 3 8. يبقى دلوقتي لما يجي لي 2 نمبرز الصم بتاعهم مور ذان 9 اكتب ال 1 بتاعه الاجابه والتنس اعمل لها كاري اب، يعني اوديها للايه؟ اوديها للتنس واعمل لها بلس من تاني او ماينس على حسب السؤال. تعالوا نيجي على الاكزامبل هنا بقى 13 بلس 29 ايكوال. اول حاجه نكتب الفاليو بتاع كل واحده. ال 13 عباره عن 10 و 3 وال 29 عباره عن 20 و 9. طيب تعالوا بقى نعمل البلس. البلس اجمع الوانس مع الوانس والتنس مع التنس. ممكن اعملها هنا وممكن اعملها من فوق. تعالوا نعملها من فوق. ال 3 بلس 9 هي شطار ب 12، 12 اكتب ال 12. ايوه شطار اكتب ال 2 بس، وال 1 اعمل لها كاري اب اجمعها مع التنس 1 بلس 1 2، 2 بلس 2 ايكوال 4. يبقى الاجابه 42 يعني 42. نيجي على الاكزامبل اللي بعده برضو نكتب الفاليو بتاعت كل واحده. يبقى هنا 39 وهنا 43. طبعا الجزئيه اللي تحت دي المفروض زي ما قلنا بنعمل فيها عمدان وبنبدا نحل منهم، بس احنا مش محتاجينها. يلا 9 بلس 3 ايكوال شطار 12 يبقى 2 كاري اب. 1 و 3 4 4 و 4 8 تبقى 82. نيجي للصفحه اللي بعدها 35 بلس 9 نجمع الونس الاول 5 بلس 9 14 يبقى 4 كاري اب 1 و 3 4. اللي بعده يلا 44 بلس 8 نجمع الوانس 4 بلس 8 شطار 12 يبقى 2 كاري اب 1 1 و 4 5 بلس 7 يلا شطار 12 2 كاري اب 1 1 و 1 2. نيجي هنا 9 بلس 6 اكسلنت 15 5 كاري اب 1 1 بلس 3 4 4 1 كام 5 8 بلس 4 12 يبقى 2 كاري اب 1 و 5 6 6 و 2 8 5 بلس 9 14 4 كاري اب 1 1 1 2 2 1 كام 3. نيجي على بعض الاسئله هيت يلا 5 بلس 9 14
4 carry up 1 1 و 4 5 تبقى 54 9 plus 6 15 5 carry up 1 1 plus 1 2 2 1 كام 3 يبقى 35 يلا هديلكوا بقى ايه كام دقيقة كده تحلوا الأسئلة دي لوحدكوا يلا طبعا انتوا تقدروا توقفوا الفيديو وتحلوا ماشي عشان ما نضيعش وقت على الفاضي يعني في الفيديو وقف الفيديو وحل وبعد كده افتح شوف الايه شوف الريزلت ماشي انا اكتب لكم الريزلت بتاعت كل واحده هنا 74 100 54 61 103 76 82 63 37 and 95 طبعا حد يقول لي مستر هنا 103 هنا 100 جت ازاي اقول لكم جت ازاي 9 بلس 1 10 0 كاري اب 1 1 و 8 9 9 1 10 10 تاني يبقى 0 كاري اب 1 كمان بس ما فيش حاجه اعمل عليها كاري اب فبنزل ال 1 فيش حاجة أعمل عليها كاري أب فبنزل ال 1 دايما في آخر ديجيت بنكتب النمبر كله لأن مفيش حاجة نعمل عليها كاري أب برضو هنا نفس الإيه نفس الفكرة adding 4 two digit numbers دي آخر جزئية عندنا النهاردة ماشي اليوم يجيب لي 4 numbers واللي أعمل لهم بلس الموضوع بسيط جدا بناخد كل 2 الأول نعمل لهم بلس وبعد كده الريزلت نعمل له بلس يعني هنا مثلا هنقول له هنعمل 23 بلس 17 ونجيب الريزلت خلاص 3 بلس 7 10 0 كاري اب 1 1 بلس 2 3 3 و 4 3 1 4 تبقى 40 وهنا نجمع 12 مع 36 ونجيب برضو الايه الريزلت اللي هو يطلع 48 وفي الاخر بعمل بلس لل 2 ايه لل 2 ريزلت اللي هم ال 40 بلس الايه ال 48 يطلع لي 88 دي أسئلة على الجزء اللي احنا قايلينها ماشي هنحل معاكم واحدة واسيب لكم الباقي برضو ايه تحلوه انتوا يلا هناخد كل 2 ديجيت الأول 15 مع 28 خلاص نعمل لهم بلس 5 بلس 8 13 يبقى 3 كاري اب 1 1 بلس 1 2 2 2 4 تبقى 43 بعد كده ناخد التو نمبرز التانيين ونعمل لهم بلس برضو 4 بلس 1 5 و2 بلس 3 5 برضو تبقى 55 وبعد كده نجمع 2 ريزلتس 3 بلس 5 8 و4 بلس 5 9 تبقى 98 هنا بقى عندنا 3 اكزامبلز كمان اهمت ماشي عشان ما اطولش عليكم هخليكم انتم تحلوهم برضو توقفوا الفيديو وتحلهم وبعد كده ايه تشغلوه هتلاقوا الايه الريزلت انا هكتب لكم الريزلت طبعا واسيب لكم ثواني ما بين الريزلت والثانيه عشان تبقوا تشوفوا انتوا الايه الاجابات اول واحده الثانيه والسؤال الأخير ده كده كان درس النهاردة لو في أي حاجة وقفت عليكم ياريت تكتبولي في الكومنتات أو تدخلوا على طول على اللينكات بتاعة جروب الواتساب والفيسبوك والتليجرام هتلاقوا طبعا الروابط تحت الفيديو ادخل على اي جروب منهم واكتب لي السؤال اللي انت مش عارفه انا ان شاء الله اساعدكم فيه وطبعا ما تنسوش تابعونا على انستجرام وتويتر ولو عجبتك الحلقه ما تنسيش تعمل لايك وسبسكرايب وشير عشان اكتر عدد من الناس تستفيد نشوفكم الحلقه الجايه باذن الله من برنامجكم شرح ماس والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته